لديه الاستعداد، لديه الاستعداد، يعني أقول عمله، هو محامي، رياضي، مدرس، طبيب، ربما عاطل، طالب جامعي، صحفي أو غيرها من المهن، يذهب إلى عمله في كل يوم، يذهب إلى عمله في كل يوم، يذهب إلى دراسته في كل يوم، ولكنه على استعداد في اللحظة الثورية التي يتطلب منها أن يتوقف عن العمل في شكل عصيان أو إبراب يكون من الذين يتوقفون. لا أحد يتقدم عليه في أداء عمله وفي التزامه في عمله، كان في مؤسسة حكومية أو كان في مؤسسة أهلية، كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. لديه الاستعداد أن يفصل من أجل قضيته، لديه الاستعداد أن يسجن من أجل قضيته، ولديه الاستعداد أن يستشهد من أجل قضيته.